هيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. أصل لما فا معرفة دين الإسلام بالأدلة. أصل لما فا دين الإسلام بيكون دليل ونين بيكون أجن. أصل لما فا كوني وهو معرفة العبد دينه بالأدلة. من ربك هذا برتنجر صا ولا لا؟ إذن أصل إني لما فعلها وما دينك؟ وما دينك؟ ما جواب هذا السؤال؟ ديني الإسلام. دينك يا إسلام ماذا؟ دينك يا مالي إسلام ماذا؟ أما وانت أجايبه نما بايني أقرت مال أتي مسلمة يوجدتين أي مسلمة كجي أقرت أتي مسلمة يوجدتين مكاني تا أحمدي مكاني تا محمدي أني مالي زنجا أني مسلمة. ما شاء الله، ما هو الإسلام؟ إسلام مندوب مال إني، وما كلمة الإسلام؟ كلمة الإسلام مالي، وما هو نواقض الإسلام؟ وإن إسلام ما نمادي قوه مالي، وما أركان الإسلام؟ أركان إسلام ما مالي؟ يوجي أن هدون مكينيا ديبسون دندن. ما ريو خنا ديبسون دندني أني مسلمة جدتون نمتاكون ومن بيني اتهبر كيسا جدتون وان بينه متى جدتون وان بينه من همتو رقامو خجيبا دبتريرو. إذن إسلام ما جدتوكنا برودا دقوكنا بارك الله فيك إفي بس بره أمة إسلام برسيسو دقوكنا وان إركي سكان أمان كغاري تكنو برو كناف. ما هو الإسلام جنة يولا اللي كتابك أنا كيست الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إسلام ما جدت أكنان إبسن ماهي كان سامال جدت لجنها لال لالي نتي قبر تربي ربين قفتاكين صاولا لا إيجا قبرت ربي تاني ربين قفتا كينيا تهي قبرت تقو أمري قفتا نيك إيبالا موني دي دياريرو نيك إيبالا. لماذا؟ لأننا عبد والله ربنا وسيدنا. إن الله هو السيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من استسلام سيدنا خالقنا وان قبرت تاني ربي وان سيدكين يتئب عجاجا يوقعو أمري قفتا كنياك إبالو الرحفين سنجرو وجدتا. إذا كناف الإسلام إسلام ما جدت مانو الاستسلام لله بالتوحيد قبرت وان تاتيب ربين قفتاك وانت امر ربي قبلوا ورا امر ربي مرحبا جي قبلوا ربنا واتاف بالتوحيد اذا توكيتوم سودان. اذا اسلام من توحد الله تبارك وتعالى رب العالمين توكيتوم سو في ربوبيته وفي الوهيته وفي اسمائه وصفاته. أم توحيده عندك يستربتك التومز إسلام ماتوا ما لني بالتوحيد جامرة الإسلام على الإسلام لله بالتوحيد. من لم يوحد الله سواء كان في ربوبيته نمني ربي توك التومز ربوبياك يستته ألوهياك يستته
أسماء صفات كيستته هل هو مسلم؟ لماذا؟ لأن الإسلام إسلام ما تمالني الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد أولا درى درسو ربي توكي تومسو الإسلام ما جدتون إسلام ما جدتون مالني ربي توكي تومسو ربي وجوان برو قبرو أبو يامتو أبو وهي تنذرو أبو ربي مالي صفات إسار خيسة ربي تشرك تيزو أبو إني غيبي بيكو الله ماله انجرو جتة أمنو جنين غيبي بيخ جتو إيسو كاهن سائر غيبي بيخ جتو رافقاتو واضي ولا ما واضي الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد إسلام ما جتو ربي توكيتهم سورة اتدى والانقياد له بالطاعة قال الله قلو مثلا بامتثال أوامره ورب في أجاج اتدى لقونا صلاة شرن اتنو أجاج ما لقونا سومن اتنو أجاج ما لقونا نسومن حج اتنو أجاج زكاة اتنو أجاج غاري اتنو أجاج ماذا إذن أفانين أم مسلمة جنيت أبتهم قهامتي لا بد من ماذا يا جماعة والانقياد له إيه؟ بالطاعة طاعة ربي قلوت إسلام أمة والربي الراس الأرجى الرافقاته تمالني إسلام أمة الله عز وجل نهانا عن الشرك ونهانا عن البدع ونهانا عن الذنوب والمعاصي هذا هو الإسلام والانقياد له إيه؟ بالطاعة إني سنفع مالني والبراءة من الشرك وأهله إذا إسلام من الاستسلام لله ربي توكيتهم صوت إسلام أما سو والانقياد له طاعة ربي قلوت إسلام سلانني أزانمي مالقون باتي سومن عدف مالقون نسومن رسول ربي تسومن ونجي ربي تسومن ونجي إذا والبراءة من الشرك وأهله شرك في أهل شرك إذا قل قل الله تمالي يا جماعة إسلام مال شرك إذا قل قل الله واي براءة مسألة البراء قدمنا في القسم إيه؟ الثاني اسمي لما فاكسة أقسام كتابني كن قبر اسمي لما فاكسة دبرسيني تريلي واي براءة كان دبرتين من دبرتين والبراءة من الشرك من اعتقاد اليهود ويهودا يا درة ومن اعتقاد النصارى والنصارى يا درة ومن اعتقاد واقفتها وواقفتها يا درة ومن اعتقاد البوذي ونحو ذلك وان نبن ربتي كفرهن دنو يا درة مالتان والبراءة الراق القلون مالين الراق القلون بالقلب قلبي نس الراق الكلين مالب إنني براء مما تعبدون إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الله تأمن نمر إنني براء مما تعبدون وان إتنقبرتني الرانوتي قل قل لي أجني أفاني نس التيم أفاني نس ندب النجاتو مالي كيس أن أمنتين هندنوك الربيتي هل نقول هكذا؟ لا كنافو أمنتين هندنوك الربيتي هنجن جيتو أمنتين ربي مالني إن الدين عند الله الإسلام أمنتين هندنوك الربيتي هنجن أمنتين هندك الربيتي منتك الربي كم قفا؟ الإسلام فماذا بعد الحق إلا الضلال أفسبون نمسبون والسبون هنتو كون مويو نما ولدت نمبوس أفاني لكنا جدتون نما ولدت سبوسو فين قب ديمي نمر أجل سيننجن ديمي نمر أي سيننجن ديمي نمر رف سيننجن أكنا جنة هنجن إمو نما براتي نوح آمنتي إسلام من قبنا يا نمان آمنتي ربي إسلام ما قفا جنة أني والله خيرين سيفدا خيرين مو إسلام ولا إسلام يجتني دندوكم واضي ولا ما واضي والبراءة من الشرك باللسان الربا عن الشرك لا قل قل له قم إنني براء مما تعبدون جتوك أمنا واني سنقبرتن كان الرأني قل قل لي لأني مرمى
والنسن التجر تكون كجيبا جتشوتين أمانا جتشودان دعوك أمنا مالي نما صبون لكي أنبر قلبي الآن جنة الربان جئينين ففكيسين دليدي كلمة التوحيد كيسة ففكيسون تاتي أغاملي كناف إن شاء الله تعالى والبراءة من الشرك باللسان الربان وبالقلب أقلبي الآنس وبالجوارح وأهله والبراءة من الشرك أهلي شركي رايز قل كله من اليهود ومن النصارى ومن المشركين ومن جميع الكفار كفار ما هند الرأو ما لسوق أمنا نتي قل كله لك أمنا مئة كمت مثلا هتوكي ست إساني اتفاكاتهم قبضوا إسانو بر ولد انفكاتني عادان اتو إساني ولد عادان فنا يهودات بخنا سارتوك ولد هون إسانو قرتيقا والانفكاتني أتي كمت إساني فكات جيتو كنافو انتهو اتفاكاتهم جيتو أمنو بين إراق القلاو كمنا إبادة إسان قد أنكيست اتشاريكنو هل نشاركهم وإساني دلق أنكيست عبادة إساني اتشاركنو لا بد أن يختلف عن الكفار والمشركين نمني مسلما نما مسلما تهين الرا أدتاؤنا في سنقبو أدتاؤ واجبي الرا إساني ولدتاؤ قمنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى إساني فعلا تأوتي أججمني يجدتون إيقا كان يروجنو عرف سيجدتون أنما نما أمنتي كان انقبني عرف سيجدتون أمي غرافي جتودا متي زرافي يوكين سامي جتودا متي لا هن الرسل هن الجيسين هن غرافين هن اتنسوبين وآهدي يو غرتي بكا كناتي ولا غرجت آهدي تنديقين نمني مسلم آهدي نمتني ديقا نمني مسلم أنا ما خينا نما غانا لا أبو ما فتئو هنغانو آهدي تنديقو لكن أكنو ما ودين نو في إثن توقو نجاني هل يعتاد معهم عيد إساني والدين عيداني قراتا هين قراتو جيتو إذن إدو لما كان خران جرا جيتا نبي إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون كناف يهودات نصارات مشرك توتت فكاتو نوفن برباتس إراق القلاو نبرباتس فنا إساني كيست أكسو مقرت عيد إساني كيست إذن لا بد للمسلم من أن يتميز عن غيره من الكفار نمني مسلما إسا مسلما تهين الرا عدتهن حافين سإسافين قبو حافين سإسافين جرو مفهوم يا جماعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام كناتو ما الجامعة يا جماعة ما يعيد حد الإسلام ما ينرنه ديبي حد إسلامه الإسلام الاستسلام لله يعني توحده رب توكتهم سنيتو والانقياد له يعني تطيعه طاع ربي قونيتو قاليسا قونيتو طاعيسا قون والبراءة من الشرك وأهلي شركي في أهل شركي راهو نيقل كلوينا أجد يوكتر انت الإسلام ما نجرتي ره إسلام ما أفانين همني أم مسلم إفين جتون قيامتي يو أكنا عندنا قيّا قافا قبري سنة وما دينك وقنو نجا ما جتود عندنا دين الإسلام جنة ديبسو يو حر دنيا رتي أكنا تقلبين أمني أفانين اسدبني هجيت تهيكنا نجيب إن شاء الله تعالى عن أسئلة القبري أسئلة القبري موها لكنا ديبسو دندنا أجد مفهوم يا جماعة خير إن شاء الله تعالى. إذا يبقى معنا أركان الإسلام. أركان إسلامات ونوافق. كم أركان الإسلام؟ خلاص إن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم من أركان الإسلام. يا ربي فدي درس التأنو كيستي أركان إسلام أركان إسلام أميك أجد ترى جلك أبناء الراف كانوا مرت تقابلنا والروان أجي هبته اتدلاجي أمته اللي برشيس ربنا أتاسس يا ربي ورا إسلام ما هبته يا ربنا أتاسس يا ربي ورا أدو عن مسلم أجيء أفهم قفت جلاديب يا ربنا أتاسس ورا أفاني مسلم أجيء وأم برأي أمته يا ربنا أتاسسني
ورا افانين ام مسلمه جيتون قفتي غامتي هوجيتي كملي ام مسلمان اندلك دو ورا جيتو بك هوجيتي كربنا غورو امه اللي اكستي وراه بتي ربنا تعززو وصلى الله على اشرف الخلق نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.